ننتقل إلى لون آخر من ألوان اليناير، بس المرة دي الحقيقة نسيت أعرفكم بالمجموعة الموسيقية، المجموعة الموسيقية الحقيقة تستحق أن تعرف وأن تكون معروفة عند حضراتكم. إذا شاءت الأقدار وأصبحتم من رواد الدائمين إن شاء الله لأمان حزم. معنا على الأكورديون أعظم عازف أكورديون في الشرق الأوسط الأستاذ فريد محمد حسن. وعلى القانون الأستاذ أكرم عبد العال حفيد محمد عبد الشارع. وعلى العود الفنان الملحن المطرب العازف الجميل العبقري علاء حرمان. وعلى الأورج الأستاذ عماد. الكمان الأول على الجانب الأيسر الأستاذ أشرف مدرس الجماعة الموسيقى العربية. ثم الفنان وعميق وإحساسي الكبير الأستاذ فوزي محمد فوزي. الأستاذ غازي على الكمان. صديقي الأستاذ رجب حواس على الكمان. ثم بقى اللي ظبطنا كلنا ويعني ووعدنا على المسرح ومدينا حس الأستاذ العبقري العظيم أستاذ مصطفى بيوم. هنسمع دلوقتي عزف منفرد على آلة الأكورديون ومصاحبة الفرقة الأستاذ فاروق محمد حسن لإحدى أغاني الفنانة نجاة الصغيرة. Awesome.